أنا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، لختام موسم سموه للموروث البحري الذي نظمته لجنة رياضات الموروث الشعبي. وبهذه المناسبة ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالموروث الشعبي ودعم جلالته للرياضات التراثية وتسخير كافة الإمكانيات للنهوض بهذا الجانب التراثي المهم الذي يشكل علامة مميزة في التراث الوطني، معربا سموه عن خالص الشكر والتقدير إلى الملك المفدى حفظه الله على رعاية وحضور جلالته لمنافسات مسابقة الشاحوف في اليوم الختامي لموسم سموه للموروث البحري. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نعرب عن بالغ فخرنا واعتزازنا برعاية وحضور سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمنافسات موسمنا للموروث البحري، والذي نعتبره النجاح الحقيقي لهذا الموسم في نسخته الأولى، والذي وجهنا لإقامته ترجمة لتوجيهات جلالته لتعزيز ثقافة الموروث بالمجتمع من خلال دعم الرياضات التراثية لا سيما البحرية، والذي يسهم في تشجيع ودفع الشباب البحريني على ممارسة هذه الرياضة، والذي يصب في مصلحة الحفاظ على هذا الإرث التراثي المستمد من التاريخ البحريني العريق. كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأننا نسير وفق النهج المستمد من رؤية سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمواصلة رسم المزيد من الخطوات والبرامج الهادفة لدعم استمرارية الرياضات التراثية التي تعتبر محطة مهمة في التراث البحريني ومكونا أساسيا من مكونات الموروث الشعبي، الذي يسهم في ترسيخ معاني الانتماء والوطنية واستلهام مضامينه المعبرة عن تاريخنا الأصيل. هذا وتوج وزير شؤون الشباب والرياضة أبطال مسابقتي الحداق والشاحوف ضمن منافسات الأسبوع الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأبطال مسابقة الهير ضمن منافسات الأسبوع الرابع على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة. ونجح فريق الحالة من تحقيق المركز الأول بشوط النخبة على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وفريق قلاليع حقق المركز الأول بشوط العموم على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتوج البحار حسين عبد النبي بطلا لمسابقة الحداق، كما تم تتويج أبطال فئات الحداق.